من بيروت مع المحامية دانيال حويك من منظمة أبعاد. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة دانيال. إذا تريسي أبي أنتون تقول بأنه المشوار طويل، أين وصلنا هنا وماذا لدينا من نقاط لصالحنا بهذا الإطار سيدة دانيال، وما الذي يبقى كالتحدي أكبر؟ مساء النور، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا. بالواقع نحن الماضي 522 قطعت شوط كبير بعد نقاش حوالي 13 جلسة بلجنة الإدارة والعدل. تم الموافقة ووضع اقتراح قانون لإلغاء المادي 522، ووضع لمرتين متتاليتين على جدول مجلس النواب، ولكن بسبب مناقشة مواد سلسلة الرواتب والتمويل تم التأجيل. نحن اليوم كلنا أمل نهار الأربعاء، إن الله راد الأربعاء القادم تعين جلسة جديدة لمجلس النواب، و مناقشة المادة 522 هي على الجدول تحت رقم 5. نحن كلنا ثقة أنه المجلس النيابي إن شاء الله نهار الأربعاء بيقر الإلغاء. طيب سيدة دانيال، اليوم للمرأة ماذا تقولون؟ للمرأة المغتصبة، لضحية، إلى أي درجة هي ناجية كما قالت السيدة بالتقرير وليست ضحية؟ إلى أي درجة هي أيضا يعني تقدمون لها الخدمة وهي تقدم بحد ذاتها مجرد ما أن تفضح المجرم تقدم خدمة للمجتمع للمضي قدما بهذا الموضوع بفضح هؤلاء؟ تماما. اليوم على الضحية أنه تعلم وتعطي تتشكى على اللجان، وسيما أنه القانون يعاقب على جرم الاغتصاب، وأن لا ترضخ للزواج من المغتصب. هذا بالوقت الحالي، وبمجرد إقرار المادة 522 لم يكن من مجال الإفلات من العقاب، وبالتالي حتى ولو تم عقد الزواج وإن حصل الزواج فعليا فالمغتصب سيعاقب ولن يكون مجال للإفلات من العقاب. طيب ما النقطة التي تتخوفون منها وبسببها يعني ممكن ألا يوافق البرلمان على إلغاء المادة 522 سيدة دانيال؟ نحن كنا ثقة أن البرلمان سيوافق على إلغاء المادة 522. يبقى بعض المواد التي تم تناولها في الباب السابع من قانون العقوبات الذي يتناول الاعتداء على العرض، والتي سنتابع العمل عليها، ولكن المهم اليوم أن نأخذ ما يمكن الحصول عليه. وبالتالي إن تم إلغاء المادة 522 في المواد التي تمت مناقشتها في لجنة إدارة العدل، هذا الأمر يعتبر إنجاز، ويبقى العمل على المواد التالية والتي لا نجد من الصعوبة بما كان أنه يمكن إلغائها. ليس صعبا. طيب بالعام الجهود هي مستمرة بنفس الإطار، والتعاون من قبل البرلمان بنفس الإطار سيدة دانيال. عام 2011 نجح البرلمان بإنصاف المرأة إلى حد ما فيما يتعلق بقانون العنف الأسري. نعم، في العام 2014 في الواقع هو تم اقرار قانون رقم 293 المعنون تحت باب حمايه النساء وسائر افراد الاسره من العنف الاسري، وبالواقع نتيجه الممارسه والتطبيق تبين ان هناك حمايه فعاله للنساء. يبقى بعض الامور التي تتناول التنفيذ والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا مشروع التعديل على هذه البنود او هذه المواد. طبعا هناك تعاون، وواضح ان البرلمان اللبناني هو يعني يدفع قدما من اجل انصاف المراه ومن اجل اقرار المواد التي تنصف المراه وتمنع التمييز ضدها. شكرا على جهودكم، شكرا على وجودك معنا سيده دانيال حويك من منظمه ابعاد، كنت معنا من بيروت.